مساء الخير، حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي بدأت بهاللحظات، وأنا وأنتو رح نقوم بجولة على آخر نشاطات الطلاب. البداية مع صف جديد للرقص مع هادي عوادة. هلو. طب لويت، يوم بعد يوم عم تصيروا تعرفوا كيف طلعوا بالكاميرا، صح. كيف تشتغلوا مع الدانسرز، كيف تحطوا فيلينجز، بدي كلها تكون انت مبسوط تهنوا هذا الشخص لانه واو برافو. تفرجت امبارح والله كده برافو. كيف انركبك؟ كيف انركبك؟ لا الحمد لله كويس. نحوز عليكم هودي الوراق. انت جاي تكمل علينا. يلا هدي هدي يا خي قلبي موجوع. عاد في هالعين دموع لعيونك بش كمي يا خي وبي وامي. ليه عم تغني؟ ليه عم تغني؟ يا أنا ما بعرفش أحس الموضوع لما أغني هيدا أعمل إيه؟ 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 بس لا بس مرة واحدة وبعدين بعض الطرف. شو وضعه؟ محمد عباس أمه منا مع أبو. هالصبي مخيف شو عنده كاونت صح. 1 5 على الان بيغير على 5 بيغير على الان بيغير على 5 بيغير عنده التامبو كثير قوي. يلا زقف البيس وكنا مع بعض. عن جد ما عم بمزح محمد عباس، برافو ميرسي. يلا ثانك يو جايز. مدام ميري زارت الطلاب الاكاديميه لتقدم لهم صف جديد من الغناء. صباح الخير. صحتين صحتين. كيفنا اليوم؟ عامل فوكاليز. صباحا. انت عم تعمل فوكاليز؟ لا حاعمل بالوقت. حاعمل كلكم رح تعمل. زمان ما عملت، صار لي جمعة ونص، والله جمعة ونص ما عملت فوكاليز. وانا معك. مي يا اليوم كثير يا مريض. مريض بتقعد؟ لا مش عم ياخذك على بكره؟ لا لا لانه بتضيع لي وقتي هلا. لا كم كمين؟ طيب بالعكس بدي اشوفك. كم يا مدام؟ نو حبيبي. انا بعرف
لانه فلت منه البوزيشن اليوم على الاخر. على بكره انا معك بتبلش اول واحد ام محمد. ايه فلت كثير منه. ما دام شو هيدا سبب رشا؟ لا مش كل يوم البوزيشن بتلبي الانسان، مش كل يوم. لانه حسب الواحد شو عم بفكر، صاخ او وشي او سخونه او تفكيره رايح غير مطرح او مود في اشياء. ما لانه سي فيزيك الفوكاليز، سي فيزيك اصعب آلة بالعالم لانه جزء من الانسان، يعني اقل شيء ببين عليه. مش مشكله واحد مش انه يحط الهم ويقعد ثاني يوم بكره انا هون. زعيل؟ لا 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 اوعى تزعل. ساعتها انا بزعل. اخر اخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. خلونا نتوقف مع اول بريك مشاهدينا وبنرجع بعده لاخر اخبارنا. منتابع يوميات ستار اكاديمي مع الطلاب يلي قرروا يلعبوا انسان حيوان شيء وتخلل اللعبه اوقات حلوه. هلا يلا شو بدك تعمل؟ تبرر الموضوع شو تنام؟ نعم. ولك طلعت يا ما احلى نور. بجيب من هيدا؟ او لا؟ مين مين نلعب انا وياكم؟ مين؟ احنا سنة خمسة. رفايق بدك تلعب؟ لا لا يعمل يا عم. لا لا يلعب لا. ما بلعب مع اولاد. اجيب لك واحده زي اللي انا مسكها. وين ايهاب؟ عشان خاطر ليهم. تليفون. يلا بيسو اختار حرف يا بيسو. قاف. شو؟ قاف. قاف ولا كاف؟ قاف. ستوب. ستوب. بلد شو البلد؟ ستوب. قرطاج. خلصت. بلد. خلصت. قرطاج. خلصت ولسه لا حاجات ناقصة بس أنا خلصت. لا 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 حاجات ناقصة. أيوة ما أنا اللي مختار الحرف. مكان مكان. لو أنا قفلتها قفلتها. شو خبرية أنا إذا خلصت اسم وخلص. أنتوا وينين عندكم مصر غير وينين عندنا لبنان؟ فيها اللعبة. لا لا احنا كمان احنا مثل مصر. اذا انت متبع دوليا اذا احتاج كارتاج نسيه من سيه صفر. اذا احتاج كارتاج نسيه كارتاج. لا مش كارتاج انا ما حطيت كارتاج. مش كارتاج فيك تحط. شو حطيت انت؟ انا حطيت قبرص. لا يا مان بيقولوا قبرص. أيوة. مش قبرص. قبرص بيقولوا. ما بيقولوا قبرص. بيقولوا قبرص. بيقولوا قبرص او قبرص يعني فاهم. قبرص بالقاف. بالقاف وهي اصلا كده كده بالقاف زي ارنبيط. هي ايش في انت ايش حطيت بلد؟ انا عطيك قسطنطين. شو قسطنطين؟ قسطنطينة. قسطنطينة بلا ما راح الجزائر. منطقة في الجزائر مثل كرتاج في تونس. محافظة محافظة اسمها قسطنطين. يلا كرتاج. حط قبيات. قبيات ايه قبيات. شو حطيت في موفي؟ كولر. كولر اسم ممثل. ما تزبط خلاص. شو خلاص؟ يلا عندك عندك. شو حطيت حيوان؟ انا قرد. قط. قط. قرد حطيتها. حطيتها هيك كنت حاططها من قبل. قال لي اسحيها كنت عم بكتبها اسحيها. شو زائر يا بقول لك ايزك. يلا حط بلش من عندك مروان. كايزك. كايزك حط. ايه 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 لا بعد فيه بعد فيه. اسم ولد ايه؟ بعد فيه اسم ممثل واسم ولد. خلاص اسحيها اسحيها. خلصت. ألف. شو خلصت كل شيء؟ لا خلص خلصنا. خي مش مسموح. ستوب ستوب يا مروان ستوب. ما فضل ما احنا نبات جنبها عشان خاطر اسمه ممثل. يلا غير. هلا اذا انتوا اذا انا اذا انت مسمى الحرف نحن خلصنا وقت ما خلصت بتقول ستوب؟ لا لو لو خلاص قفلت علينا كلنا. يعني لو حد بالنسبه لنا الموضوع صعب خلاص بنقفلها بقى. ما هو اصلا ما لازم نقول لبعضنا اذا خلصنا او ما خلصنا، انت بتقول ستوب اذا خلصت او ما خلصت. اوكي. خلاص عايز تكمل لغايه ما تجيب اسم. يلا خلص. لا قول قول خلص. مش عامل ايه يا خيي؟ طيب عشان كده بقول لك اسم بنت بالقاف. خيي قمر بتغني. خيي ما بتمثلش.
بتمثل ولد. حط اسم فنان اذا اسم فنان بتهينا كثير. عملت فيديو كليب. عملت فيديو كليب يا عم. مثلت عندنا فيلم مصري مع سعد الصغيرز. طب يلا اسم ولد. اس حيه. لا قص حيه. قص حيه. اس حيه وحيد الله. بلا اس حيه بالقاف. لا مش بالقاف بالالف. اس حيه. اسم قص حيه. سعنا شو بك اس حيه خي قاف زين حيه. اوكي ماشي والله بيكذبوا الاثنين. بقوم دعوه سنينك يا اخي. شوف كيف بيطلعوا بعضهم. بيطلعوا بعضهم وبعدين بيضحكوا. لانه اس حيق. اس حيق كيف تكتب اس حيق؟ اس حيق. يا هيدا مريض مان. اي عم تعيط له قايزق او ايزك. شو هي؟ يا نسيم نسيم. تعيط له قايزق او ايزك. بتقول قبرص ولا قبرص؟ قبرص. قبرص قبرص اللي تاخذك ان شاء الله. اذا عم نحكي معك وين كنت؟ والله بقبرص. بقبرص. كنت بقبرص انا. قبرص احنا عيطوا لها قبرص. يلا لك يا نسيم. حبيبي لانك انت بتحكي بلهجه النحو. دق ترومبيت روح. ايه العربيه الصح. اذا بتحكي عربيه الصح بتقول قايزق. قايزق؟ ايه. كنترول بيقول قايزق بالقاف ولا بالكاف ولا بالالف؟ شو ايزك يعني رفيان؟ اسحيه بالقاف ولا شو؟ اسحاق بالقاف بالالف. العهد القديم بالالف. لك ايه بس اسحية بالقاف. والله عم يكذب وحيات امي. عم كنترول بليز بس جاوبونا على السؤال. انتم ما خصكمش بس جاوبونا على السؤال. اسحية بالالف ولا بالقاف؟ الف. معقول هل الغباء؟ ما حدش هيجاوبك. مين غباء بمين؟ انتوا الاثنين. ما انت حمار خالص. خلاص يعني اسم الولد قفلته عليه 10 10 ماشي يلا. وانا طبعا انا وانت زي بعض. يا خي انا حطيت 5 مع انه مع على الواقعيين. انديل خالص هو اياه. ليك بتقول انديل ولا قنديل مثلا؟ قنديل. قنديل اللي هي عندنا انديل. اوكي طيب. اسم بنت قمر. ام خمسة. قمر خمسة. انت كمان قمر. اسم مصري لقمر. ارناؤوط. قمر. جماد قنينة. قبة. قرعة. خضرة أرنبيت. أرنبيت. قوطة. خضرة قوطة. طماطم. ما عندنا اسمها زي ما عندهم اسمها بندورة. بلد. كالتركتيكا. كالتركتيكا. حيوان. رفايل. حيوان قرد. قطة. قط. شو هادي واحد بيقول قطة واحد تاني تاني بياخد 5 عرفت كيف؟ خلاص جمع بقى لغاية هنا 85. قفلوها جمع لغاية هنا 107 10 10 انا 70 و90 98 107 فاصلة 4 و34 65 و98 10 20 41 50 200 205. الطلاب بيتلقوا كل رسائلكم عبر فيسبوك وتويتر وكمان فيكم تشاهدوا آخر الصور عبر إنستغرام. أما هلأ فخلينا نشوف شو سبب المشكل بين حنان ونسيم وليش اختلفوا. خليه كان بجد. أنا بعطي رأيي. مش هرب. بعطي رأيي في النصاحة. حنان أنصح واحدة. رأيك مش مطلوب نسيم. نسيم يا نسيم يا نسيم يا نسيم يا نسيم يا حبيبي يا طوب قلبك. أنت يمكن ما حد تحكي اللي بقلبك على راس سنك بس انا حق خايف. عرفت كيف؟ لانه بتمسكه هو هلا. رفايل خلص رفايل. نسيم ما تستفزش يا نسيم. خلص بيهزر يا رفايل. اوكي رح اسكت. بيهزر حبيبي خلص معلش يا رفايل هو بيهزر. خلصنا كنتش قصده. بتلاقي مامتك عماله تقول انا سكت الجاموسه ده ازاي؟ لا بصراحه بصراحه بجد بتكلم ما بيهمنيش ولا اي حد بصراحه. نسيم صاير يا رب اسكت. يلا عايزه اتكلم اقول كلام اندم عليه بعدين. اسكت احسن. صاير مستفز. اسكت. لا يعني لا في شعر بين الصراحه والوقاحه. هو صاير وحش من كتر صراحته. صراحة حلو بس في ناس. لا انت وقح مش صريح. في ناس اعتبرها وقاحة وفي ناس اعتبرها وقح. وقح نسيم وقح. طب حنان وش يلعب؟ وقح والله وقح. حنان في ناس اعتبرها وقاحة يا نسيم انت صراحة. وقح وانت عقد سوري يعني وقح كثير صاير لمرحلة انه عيب. وانت معقدة. عيب والله عيب يعني عن جد عيب. شوفي لا بيعصب كل العالم هون بده يروق على حاله ويفوق على حاله انه عيب. شوف انه كثير صبرنا وكثير تحملنا بس لهون. اسمع شوي عيب ما حدا بيقول هيك. اسمع شوي حنان كل واحد عنده شيء نيجاتيف في شخصيته. ممكن انا وقح
انت معقده خلص. بس العقده اخطر على فكره نسيم. خلص في مثل هذا البروجرام العقده اخطر تكون من الوقاحه، انه الوقاحه ممكن تتقبل من اشخاص بس العقده ما تتقبلش من اقل الاشخاص. نسيم نسيم ما تبقاش مستفز. هيدا عم تستفزوا بعض. نسيم انا ذات نفسي بتستفزوا بعض. اسكت بقى. هيدا الحكي ما بيفيدك. ما فيش اي حدا بيفيد حدا، ما حدا بيفيد حدا. رفايل شو عم تحكي؟ مين بلش هلا؟ شو عم تحكي عن جد؟ كيف عم بستفز بعض؟ حنان لا بجد يعني بجد. طب ليش ما بتحكي؟ حنان انت مش كنت قاعده؟ حنان انت مش كنت قاعده معايا؟ تعالي اقعدي معايا. لا حول ولا قوة الا بالله. حنان عايزه اقعد اتكلم معاكي شوية. هلا ضربت بوز عليا؟ لا مش علي كده. تاني بريك بحلقة الليلة مشاهدينا ومنتابع من بعده. عودة لمتابعة أخبار الطلاب، وما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بالمسابقة وتربحوا سفرة لبيروت لمتابعة البرايم ولتشجيع الطلاب مباشرة. ادخلوا على www.cbc-eg.com. أما هلأ فخلونا نشوف كيف بيختلفوا حنان ورافائيل، لكن هالمرة على طريقة نسيم المهضومي، فهو قرر يقلد كيف بيبدأ المشكل وكيف بينتهي بيناتهم. حنان كان بيتريق على قلبي بتاع احنا قاعدين بنودشه فلت سيدي حلو. عباس كان بيتريق على باباكي. حنان تامر وجسم كيف كنت تجلس يعني ايهاب مش عباس كان يتريق على ابو حنان. لا كنت هضر مع هايدي. اوكي ما سمعش. رفايل هو اللي سمع. نسيم كيف كنت تجي واش تحماقيتي ولا هذا الشيء ما تلعبش اوكي؟ هذا الشيء ما معيش اللعب. طفل هضر لا اوكي؟ غلط في اسمه تعوي يعني واحد يغلط في اسم بوكي شنو يكون موقفك حنان؟ نسيم احترم حالك بليز. يا بشرة ايه؟ وعن جد لما انا عم بحكي ما تضحك على اشياء تافهة مثل هيدول. حنان مش ملاحظة ان الجمعة سكت لك وقطع لك يوم كل الاخبار عم تعمليهم؟ ما تسكت ما تعطيت معك ما تعطي معك ما تعطيت معك ما تعطي معك. يلا لولتنا سودا اليوم مش حنان. بيجي واحد براضية بتجي من برايم تعلينا براضية بتجي هذا براضية وانا بتجي بتشخلها فيه اخر شيء وانا سقط لها وباللي لاني بقى بغير نايمين ونسمع رقصة ويقعدوا على الدرج وشفت هي غلطانة معه ويطلب هو السماح. الله معها شو اكيد معها تزوجوا والله اقسم بالله الواد ده مستفز. ده انت مستفز يا ابني والله. معها شو عم يحكي شو انا بالله اياه يعني شو ولا بتطلع وبيلحقها بالدرج استنى شوي ويقفوا عند الباب عند الكاميرا فوق هون تخنقوا شوي حنان تروح على التخت ويقعدوا اثنين على التخت. حنان بيبقى صغير ما بتعرفش اللي بتقول. اكيد رافائيل بعدنا ما عم بقدر اوصل. رافائيل بيوجعك كثير اللي هون يا اثنين او بس هون انا اوقات اثنيناتهم اكثر اسعى. لا حكي بس عم جاي هون بيحكوا شوي وبعدين بيزعل رافائيل بيطلع عند الباب بترجع حنان بتراضيه بينزلوا عند الدرج بتزعل حنان بيقفوا عند الدرج الثالثه قبل اخر درجه فلا عم بتزيدها بس بتزعل حنان لا بتزيد عباس لا. يا عباس بتزيد او لا على حسب في اوقات العلاقه بتبقى كويسه في ساعتها وفي اوقات العلاقه بتفضل تفور بعدين يجي جرس من كنترول ترين حنان رافائيل بفوتوا على اوضه التليفونات وبفوتوا على اوضه التليفونات بتطلع حنان وبعدين انت حنان تعال اقول لك شيء هيدا يعني توب زعل في المسلسل
انت بقى العلاقات ترجع بشوي. دي اقوى الحالات. احفظ لي كم مسلسل ديك. يطلع رفايل زعلان للغرفه، كسر على تكسير على ضرب على اللي لقي قدامه، تعصيب حصير. وبعد يضل نايم شوي هيك، مش نايم يعني، تسطح. فجأة بينادي صوت رافائيل. رافائيل. نعم حنان. وبيضل حاله يعني ومعصب شوي، وبعدين بينزل على الدرج مكان الدرجة الرابعة. الدرجة الرابعة وأنا بضل هيك بتطلع من يا حنان يا حنان والله يا حنان، يعني بيكون هو معصب يعني معصب إنه أوكي أم سوري يا حنان يا حنان، طب اسمعي شوي. وبيترادوا هايبر وبيضحك وبيهزر معنا في الأوضة قبل ما ينام. وبعدين يروحوا يقعدوا على الدرج تبع الكنترول، هذي يعني حلقة خاصة من المسلسل. ور 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 ور. إذا تخانقوا إذا تصالحوا يطلعوا، إذا كملوا تخانقوا ينزلوا على جنينة تحت، يعني هذا مراحل يعني. إذا إذا حافظكم يا خير، حافظكم تستعطل مقابلكم. ما كان كنت فاكر في مسلسل تونس. ممكن أقول لك شي رفايل؟ أنت ممل وحنان أمل. قلت لي إذا حكيت بيك وقالك شي ما حبيتي ما تزعلي، ما تحبي ما تزعلي منه حبيبتي. و بليز حياتي مثل ما قلت لي. طب قلت لك بليز حياتي راضي راضي ماشي يعني فترة وبتقطع. أنا بعرف أمي بعرف أكثر. بس فترة بتقطع حبيبي فترة بتقطع. بتحط ميك اب بتنزل على هذيك المراية بتطلع بحالها، وبعدين بتيجي اقعد هون، وبعدين يبدا بلش رافائيل يتساءل عليها. بعدين رافائيل احترم حالك. بتلاعوا النفس. بتلاعوا النفس. في اكل دائما. في اكل هنا. مهضوم انت نسيم. سيدي مجروح. في اكل. والله العظيم. نفس الشيء بيتكرر. لاحظت على حالك هذا الشيء؟ مهضوم مهضوم. انت وياه؟ ايه عصب عصب من جواتك هلا. الطلاب احتفلوا باستقبال العام الجديد بالأكاديمية، ولهالمناسبة كان في تحضيرات كثيرة. Forte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. وي في فيري على مودا يلا. والان راح اتاكل وكل هم وانتم طيبين وكل يلا جماعه تفضلوا كل شيء بخير. يلا يلا هنا حزينه يعني هايدي محيه الطاوله لانه كل ما تزعل تفشخلها بالاكل. يا اخذت سمعه لطيفه يا هايدي واخذ وش رافائيل علي. مين انت؟ انا بحق لك. لا بحق لك خلاص يعني كله لرافائيل. اه بنقول هابي بيرثداي بهالقعده كلها لاحلى بيسو. يا جماعه مش مين هابي بيرثداي لاحلى بيسو 1/6 عيد ميلاده بعد 7 ايام تقريبا. الله بنقول له هابي بيرثداي 1/6 تو يو هابي بيرثداي 1/6 بعد 7 شهور. ايه ده وانا بقالي كتير هنا 1/6 جاي تي اف تي اف وان سي شين وان شين جا وان سي تي كوا 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 يعني ان شاء الله 16 يكون عندكم خير ان شاء الله. انت في الشعب الصيني عندك جيم الصيني جايز شكون كان شان يا اخوان شان يعني صحتين بلا هذا بلا هذا بلا هذا تصبي لي طبوله جايز. ما نقول هابي نيو يير لاحلى مينا وشاهين. شو حلو صوته وتدور النور.
أي كلام يدعي النادي غيره غنوا غنوا يا صغار والدنيا تغني معنا ميلاده عالناصر كلمة حب بتجمعنا زينة ولون هون وهون فرحة كبيرة قد الكون عم تلمع آخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة وبعده منرجع للأخبار. القسم الأخير من يوميات ستار أكاديمي مع سهرة النيو ييرز إيف يلي أمضوها الطلاب مع بعضهم. رقص وأغاني وعشاء طيب وجمعة حلوة كتير عاشتها الأكاديمية. سعيدة عليك يا ماما ويا رب تكوني كويسة وبصحة وبخير وحشتيني قوي وكان نفسي النهاردة أقضي في حضنك وانتي عاملة لي أكلة حلوة في البيت أكيد إحنا مش مكناش هنخرج النهاردة عشان الجو برد فعايزة أقول لك كل سنة وانت طيبة يا ماما ويا رب يا حبيبة قلبي أشوفك على خير وأشوفك كويسة وأحسن كمان مما سبتك وبابا وعيلتي كلها وحبايبي بحبك أمي نحب نقول لك كل عام وانتي حية بخير وإن شاء الله يا ربي هالسنة يتحقق كل أحلامك وأمانيك وإن شاء الله يا ربي اللي صار في 2015 يعني من أي مساوئ أو أشياء خايبة ما يتعودش في 2016 وإن شاء الله يا ربي يكون سنة سعيدة علينا وعلى عائلتنا الكل. أكتر شخص طبعا كان نفسي إن أنا أكون معاه النهاردة واللي دايما بكون معاه في كل سنة هي والدتي وبحب ان انا اشكرها طبعا على وجودي هنا واحب اقول لها يا رب تكون سنه سعيده عليكي وتكوني بصحه كويسه ويخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا وبحبك وكان نفسي ان انت تكوني معايا النهارده بس انا عارف ان انت شايفاني يا رب تكوني بخير وسنه سعيده عليكي وعلى اهلي كلهم وهبي اهله فيهم لامي وبي حبيب قلبهم وبي خصيصا ان شاء الله السنه تكون كلها جديده وما فيها لا زعل ولا شيء حبيب اقول لك انا بحبك كثير وانا بحاجه لك لكل دقيقه وبس وبلا بكي وبلا زعل بحبها كتير. أنا عايزة أقول هابي نيو يير لوالدتي كل سنة وأنتي طيبة والسنة الجاية يا رب تشوفيني الحاجة اللي نفسك فيها
أنا بحبك قوي وربنا يخليكي ليا، وإن شاء الله السنة اللي جاية تبقى أحسن عليكي وبخير وبصحة وسعادة يا رب. بموت فيك يا أحلى أم في الدنيا. نبغي نقول لأحسن شخص في العالم وأحسن شخص تعرفت عليه، يعني أحسن شخص هو خلقني في هذه الدنيا وجابني لهذه الدنيا، هو بابا حبيبي ديالي. نبغي نقول لك كل سنة إن شاء الله وأنت معنا، و توحشتك و كنبغيك بزاف، وشكرا على كاع داكشي اللي ربيتيني عليه. الشخص الواحد هو عائلتي، بحبكم كثير، وان شاء الله يا رب يجي الوقت وترتاحوا. ان شاء الله تكون 2016 سنة صحة وخير، و بس سنة سعيدة للأم ديالي، لأن يعني كل عام كندوز مع رأس سنة، هاد العام ما دوزتوش معها، ولكن هي ديما في بالي وفي القلب ديالي، وكنبغي بزاف الوالدة، وسنة سعيدة، وسنة سعيدة على الكل الأمة العربية. مشاهدينا بلكون هابي نيو يير، حلقتنا لليلة انتهت، أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. بيخطر على بالك بعدك بتحن له يالي، خيب أمالك بعدك بتحبه بعد، بيخطر على بالك الله بعدك بتحن له يالي، خيب أمالك يا قلبي حرام عليك، حفتي اللي إنك نسيت بتشوفه بتوقف دقاتك، كيف حتى لو وقفت حكيت يا قلبي حرام عليك، حفتي اللي إنك نسيت بتشوفه بتوقف دقاتك، كيف حتى لو وقفت حتى لو وقفت حكيت.